يا رب يا كريم يا رب يا كريم. الحدث حلو ممتاز الحمد لله. من الحدث لا 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 لا. واذا حابب تشتري كوينز وتضبط فريقك قبل تشكيله السنه مالك الا موقع يوسف من باي، افضل وارخص موقع لبيع الكوينز، وايضا عندهم طرق دفع متعدده وكثيره جدا، ومع اقتراب فريق السنه عاملين عروض جدا خرافيه على اسعار الكوينز. ولا تنسى استخدام كود الخصم SYR عند الدفع للحصول على خصم اضافي 5%. اليوم يا جماعه الخير مقطع طريق للعالميه مع جوائز الفوت بهذا التطوير. يا جماعه الخير بنكمل الفوت بتشكيله الارض، حرفيا جربنا لاعبين، عملنا تجارب، فتحنا باكيجات، لعبنا اقيام، ريمونتاد اقوى ريمونتادا بتاريخ فيفا. يا جماعه الخير انا بتحدى واحد يجيب أو منها تشوفوها بهذا المقطع. فشو زر لايك بالبداية، اشتركوا بالقناة، خلونا نبدأ. طيب يا جماعة الخير قررت أتهور وأفتح هذا الباكيج اللي هو تيم أوف ذا ويك ريبوت باك. الباكيج هاد عبارة عن إنه بيضمن لك تقريبا 3 لاعبين من فريق الأسبوع، ممكن يطلع لك مبابي، ممكن نيمار، ممكن شيء. فالباكيج بيستاهل صراحة نوعا ما، بس إن شاء الله إنه يطلع لي فيه شيء لأنه سعره 125,000 كوينز. يلا يا رب يا كريم. حلو انفورم يا رب فرنسا. لا لا يا شيخ يا حرام، اول لاعب فلافوفيتش يا طعم الجل. على الاقل هن ثلاثه انفورمات مفروض واحد يستخدم. طيب بس او ماي جاد نوير. اوكي الباكج يعني 125,000 رجالي كم؟ هذا ب 30 وهذا ب 20 50، خلينا نقول هذا 20 70 ونوير بحدود ال 50. يا سلام رجعنا قيمه الباكج. ماشي انا رضيان، رجع لي قيمه الباكج حتى. حلو ممتاز الحمد لله. من الحدث يا رب اسباني ار ام خواكين. يا خواكين يا خواكين. بظن انه حلو صح ولا لا؟ يا رب يا كريم يا رب يا كريم. الحدث يا رب انجليز سي ام. الله ماي جاد جيمس ميلنر، حسبي الله يا رجل. هذا طلع لي قبل يا اخي، طلع لي خلاص يا ميلنر. تكا ارنولد، والله ارنولد بيجيب سعر. والله الحظ مولع يا جماعه. جول اسبانيا لا حول ولا قوه، ما فيها الا اسبانيا باللعبه. خلاص خلاص يعني ما عاد في، خلصت الجنسيات. يعني مرة زبطت دون؟ لا دون خلاص ما عاد. بسم الله بسم الله بسم الله. ووك اوت يا رب. فرنسا برتغال سي بي روبن دياش. او ماي جاد يا جماعة ليك طلع لي لاعب من الحدث معه. حسبي الله ليه غدروني يا جماعة. اي اي يا غدرة يا غدرة، ليه ما طلع هاد بالبداية؟ وحتى انه طاقاته الله بيض، وطلع لي انفورم ومدري شو. يلا سعر لك حسبي الله حسبي الله، استغفر الله العظيم. بس جبنا اوكوتشا كأس العالم لأنه نيمار حتى خذلني. يعني والله ما بعرف انا شو المشكله، نيمار مشكله ما عم حس بسرعته. هذا اللاعب بنجربه مهاجم مع مبابي، بنشوف مستواه كيف، يمكن يلعب جناح يمكن يلعب مهاجم، حجرب اكثر من شيء، بس مبدئيا بلعبه مهاجم. تناغم 20 شكله بيعطيني فوز والله. ورجيني تشكيل. لا 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 تنسحب ارجوك لا تنسحب يا اخي. يا جماعه خلص ارجوكم. والله شيء بيضايق لك المشكلة. إيه ليك اللي بعده على طول. المشكلة إيه الأغبياء لما واحد بينسحب ضدك ما بيعطوك شيء. أنا هذا اللي بيجلطني. أبلع يلا بس أبلع عمري. يس يس يس. ألو أوكوتشا ما شاء الله من أول مباراة. والله باصاته أوكوتشا بالملي. الحمد لله ما سجل. كوتش صعب يا اخي التعامل معه، والله صعب. واو يا حارس. لا تسلك هيك. فول ليش؟ حسبي الله. لا بالله لا بالله. او ماي جاد او ماي جاد. لا 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 انا عن جد والله لا تعليق، والله العظيم انا ما بعرف شو. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا اللعب يا سلام. والله الصراحة الله يلعب انتوا لعبتكم يا ايه. ايوه يا كروس يا عمي. شوط يا عمي والله اني مسدد والله. يا بوليتانو يا الله يا الخسارة. إذا تجي هيك خسارة والله حرام. لك كروس والله إنه ما بيستاهل قسما بالله. هي الأقيام يعني لا لكم كمية
يا ملك يا ديناتالي. ما بعرف ليه انا سحبت على ديناتالي، والله ما بعرف. الله ياخذك يا غريزو. يا الله يا رب رفعه تجي بقى يا رب. يا عمري يا غريزو. ايوه عوضها عوضها الوحش. ايه شو ما فيها؟ اوكي تلحالي انا ما طافي صوت المعلق. اوكي معلقة يا وحش يا وحش يا وحش. عرفان اقول حتى لو بيرحل عرفان ابلع بس. يلا بس يلا بس. الحمد لله الحمد لله. والله يا جماعة اذا بتلعب انتم معصب صعب صعب تعمل شي بهاللعبة، لازم تكون مهدي. بعت اوكوتشا يعني ما بعرف ليش بعته بس يعني اوكي حالي نبيعه. صراحة ما لي عارفان شو سايب الخطة. خلينا نشوف التحديات بس هيك الجديدة اللي نزلت على السريع. نزلوا تحدي اللي هو ترقية جديد. وينه؟ شالوه معقول؟ ضافوا ترقية تقدر تعيدها 100 مرة زائد 80. هاي مع فريق السنة شكله، وبينتهي التحدي بعد 3 شهور. يا ساتر. ما خلصت الفوت صراحة. الفوت حاليا الريكورد كالتالي. الريكورد يا جماعة 10-2، 10 فوز وخسارتين. ريكورد اسطوري، ويعني ناوي اني اكمل بالريكورد حلو مشان يعني بالنهاية يعني نجيب جوائز مثل الناس. صراحة ناوي يعني اوصل رانك 3. هذا اللاعب يا جماعة لله القولي نظرة على الطاقات، هذا اللاعب بيلعب ظهير تقدر تحوله ال بي ورب طاقات الارض كظهير مع انكر هجومي دفاعي سرعة باصات كل شيء. فانا قلت لحالي انه ليش هذا ماني ملعبه انا اللاعب، ما بعرف. هي التشكيلة اللي بنكمل فيها، بينها مباريات قليلة بالفوتو على امل اجيب اقوى رانك. بيكون مبابي وديناتالي مهاجمين، ديمبلي جناح ومنزل جناح بالجيم كمان. فكروس شلته مو لانه سيء او شيء، بس لانه بيودي يجرب كانتي. عندي يا اعاره فبلعبه محور دفاعي، حاسه بيفيدني باخر المباريات ان شاء الله يعني. يا سلام بيرفكتو بيرفكتو. ما في الا الحارس هو الوحيد اللي ناقص تناغمه. كانتي بيكون الدفاعي، زيدان هجومي، ديناتالي مهاجم، مبابي مهاجم، ديمبلي جناح. هذا اللاعب بيلعب ظهير، وهنكابي بيطلع وبينزل مكانه، بينزل مكانه أدامة تراوري ممكن ولا شيء. بيجيك واحد عرق الارض، يا بيجيك واحد بيشوف تشكيلتك بيحط ستارت وبيطلع. تفضل مبابي. ها لا مو مبابي، انا دائما اللي عنده سمولاريك بيخسرني دائما. خلص نرفزت انا، خلص خلص. هلا رفع، هلا بتبلش سلسله الخسائر عرفت. خلص خرب الريكورد. يس يلا 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 يا رب يلا يا رب. الظهير الحيوان اللي واقف عم يتفرج يا جماعة، قسما بالله الظهير واقف هيك عم يتفرج فيه، هو عم يتمشى ولا قرب ولا عمل ولا شيء. كل الجوال من اخطاء دفاع، ما بيجلطك انه كل الجوال حرفيا مدافع كل لعبة لاعب بيلعب ولا لاعب ثاني مثل الحمار. الحارس 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 حمار، الحارس حمار 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 لدرجة. الحارس والله مزهرية، والله والله ما صد يمكن ولا كرة من أول الجيم، وأنا فرصي بس بتضل بتضيع. لك ما بعرف شو أقول. ما راح أرجع والله لو بشق حالي. ما خلاص خلاص كل شوطة جول ويك فوت. أي شيء. ليك 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 لا تقنعني إنه هي بتضيع. كيك اوف. يا عمري يا شيخ. ايوه يا عمري يا عمري يا مبابي. يلا باقي جول باقي جول باقي جول. يا عمري يا شيخ هات التعادل بس هات هات. طعم المباراه طعم الريمونتادا قسما بالله. كل عمي اللي كان بين الشوطين انسحب 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 انسحب. والله حرام ابلع هيك جول، والله حرام يقطع عم الجول اللي ماله داعي. الحارس يا اخي قسما بالله بتحرسه بتحركه بتحسه معه هيك بتحسه ما بيفيدك بشيء. بتحرك يمين بتحرك يسار بتعمل اللي بتعمله الحارس خلص. ايوه 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 هات التعادل هات 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 هات, هات. يا ربي بلنتيات بلنتيات. والله اني عملت كل شيء بهالجيم حرام اخسر. شبكه
اوه فاتت معه. يا رب مو برا هاي. اوه نايس ربي. الحمد لله ابلع بس الحمد لله. هات الريمونتادا هات. اوه يا الريمونتادا اقوى ريمونتادا الي هي بعملها بفيفا 23 من 5-1 ل 5-5. يا ساتر يا ساتر. اوه العاب والله تشكيله. لا 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 يدينا تالي. لا 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 وربي جول عالمي. الله عليك يا وحش. يا عيني يا عيني لك الاسس تبع كانتي مش طبيعي. ايوه حرك يا حرام. انا شو حرام. يا ربي يا رب. لف 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 لك يا الخصم. عمري يدينا تالي والله زيدان بوم رأسيات شغال. يا سلام. اوكي يلا 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 عمري عليك وحش عمري. او ماي جود. شكرا على الباص شكرا ما قصرت. باي باي يا الخصم باي. لا لا اللي بيقعد بيعدل يا اخي انسحب خلاص. شكرا ما بعرف. اوكي تشكيلة دوري ايطالي. بس هي يا عمري يا كروس. عمري يا كروس فجر يا كروس. نايس. يلا اطلع 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 لسه بيكمل يا ربي. طيب يلا يدينا تالي. ايوه يلا هات 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 اخر جيم. هات الموضوع بسيط. باقي جيم فزناه جبنا رانك 3 ما فزناه رانك 4. اوكي فيها فان دايك بس ما فيها دوم فريز. او ماي جود حسبي الله ايش في لك على فييرا هذا ال 90. لا اله الا الله. لا هذا يا جماعه هذا ثامن واحد هالفوت بينسحب وما بيعطيني فوز. المشكله انه ما في ولا واحد اعطاني فوز. هذا ثامن واحد والثامن واحد كمان ما بيعطيني فوز. بده ينسحب كمان ما يعطيني فوز صح. انا راح ابكي عن جد. خلص استلم منيح استلم روح. عمري ام بيبال يا عمري ام بيبال ام بيبال. روح يا دماء. يا سلام يا اللعب يا سلام يا اللعب. خلص بيطلع خلص. اوه شكرا. رانك 3 يا جماعه الخير. او ماي جاد لعبته كلهم نفس التقييم. هذا أسوأ اسبوع بلعبه من بدايه اللعبه بالاتصال وبالاقيام و9 بالعدد انسحبوا ولا اعطوني فوز. 9 تخيل كان ممكن جيب 20-0. بفتح اللي هن الزائد 84 وبفتح الحمر وبفتح الانفورم ممكن ولا لا. والله الانفورم ما مش كنت شكيت اسبوع بيض فبنشوف عاد شو بنفتح زياده. بسم الله يا رب. الحمر ما مين في اصلا ما في حدا يلعب فيه على فكره بتشكيله اسبوع ولا لاعب بينزل اساسي. اوكي طلع لي هورتا 85 جيد. اوكي 83 كمان. يا سلام الحمر يا جماعه اقوى لاعب 85 يعني الصراحه ابداع. ريت 90 87. اوكي والله ما بعرف 87 حلو ولا لا بس ماشي. يهو هذا شو 20 مباراة على شو انا لعبان. طيب هات نفتح لنا باكي جاي من هون. يا رب بسم الله يا رب. ووك اوت. لا سافيتش هذا اللي انطرد فطر. يا رب ريت حرفيا ما بيستاهل يا جماعة يعني الجوائز مثل السيئة يعني عرفت؟ الجوائز السيئة كانت.